مع الوزير في يوم استشهاد الرئيس الحريري الله يرحمه، اجتمعت فيه في مجلس النواب أولا قبل ما تودعوا على باب السيارة، اجتمعت فيه في مجلس النواب، ما الذي دار بينك وبينه في مجلس النواب؟ لماذا التقى يعني لماذا ذهبت إلى مجلس النواب لتلتقيه ذاك اليوم؟ والله هو طلبني صباحا وقال لي إذا كنت بلاقيه على قريتي، فأنا الحقيقة قلت له أوكي، وطلعنا وتأخرنا على الطريق، يعني كان في عجقة سير، فرجع لحقني بتليفون تاني إنه أنا طلعت تركت قريتين بلاقيني على مجلس النواب. فعلا أنا رحت على مجلس النواب، من وصلتي كانت الجلسة مبلشة، ففوتوا له ورقة إنه أنا حضرت، طلع على الفار يعني، قعدنا بأحد صالونات مجلس النواب رحمة الله عليه، وصرنا حكينا بعدة مواضيع سياسية يعني، من ضمن قانون الانتخابات يعني اللي كان هو موضع الحقيقة اصلا النقاش يعني. وسألت سؤال على شو حيرسي، هز براسه وقال لي ما في غير الله سبحانه وتعالى بيعرف على شو حيرسي يعني. يعني حكينا بمواضيع تانية بتعلق ب يعني الانتخابات والسياسة بصورة عامة. شو هيك الجملة اللي مش راح تنساها بحياتك؟ والله أنا بخلاف اللي الناس اللي قالوا إنه شافوه آخر النهار، حتى اليوم سمعت إن الرئيس بري إنه كان مشرق ومضوي ومفرفح، قال لك شغلة أنا ما بعرف بحكم العلاقة اللي صارت بيني وبينه، كنت أشعر أقرب عيونه أمتن إذا كان عنده مشكلة أو الآن أو في مرتاح أو شعرت أنه مش مرتاح. والله شعرت أنه مرتاح، وحتى سألته أنه شو بك، قال لي لا. وأنا بعض الأوقات عن جد كنت أوصل لعنده مثلا نشوفه منه مرتاح، كنت جاي حكي موضوع أعتبر أنه لو ما في مشكلة، لأنه عادة الأمور الصغيرة لا ما بيعير أي اهتمام يعني، إذا ما في حقيقة شغلة كبيرة ما بيبدي عليه القلق. بعرف كان من طريقة وقفته من مشيته من أعرف إذا كان لا، أنا عن جد شعرته أنه قلق. خرج من مجلس النواب ذهب إلى مقهى الأتوار. أنا بعد ما أنجزنا الحديث نحن وياه، أنا الحقيقة استودعته وتركت، رحت على مجلس النواب بعد ثلاث أربع، رحت على عفوا على المقهى بعد هو بشي 3-4 دقائق نزل. نعم. على انضم الى مجموعه من الاصدقاء، استاذ فيصل سلمان، محمد شقير، استاذ نجيب فريجي، كان عم يدعبهم وعم كان عم مرتاح وعم يدعبهم يعني. ثم رافقته معاليك الى السياره لما قام خارج المقهى. طبعا هنيك افترقنا الحقيقه خارج المقهى. اخر كلمه، اخر كلمه بالمجلس الحقيقه قال لي بعد ما حكينا كل السياسة، قال لي اتكل على الله. اتكل على الله دائما اتكل. لما سمعت مع الوزير، لما سمعت دوي الانفجار قبل ما تعرف؟ نعم، انا كنت الحقيقة اتجهت على طرابلس، كنت صرت تقريبا يعني حوالي صربة، بتلفل لي ابني الحقيقة بجونية تقريبا. نعم، بيقول لي انه طلع انفجار قوي كتير وببيروت على الفور. سبحان الله، ورد بذهني الرئيس الحريري فورا. اي والله، وانا بصريح العباره كان صار لي 4-5 اشهر قلق جدا عليه، وماني يعني حاطط، وهو بتعرف مؤسف كان مستهتر بمساله امه كثير يعني، وهيك كثير متوكل يعني، فما بعرف ليش خطر على بالي دغري. حاولت اني دغري مسكت السيلولير وصرت اطلب، طلبت قريتي بصريح العباره، طلبت قريتي اكثر من مره على خط السيلولير تبع قريتي، ما كان حدا يجيب، فرجعت ما كنت حافظ رقم الخطوط العاديه، طلبت الخط العادي. سالت قلت له دكتور الرئيس وصل؟ قال لا. فرجعت انا الحقيقه يعني بتعرف الانسان يعني محبتك بالشخص بتصير بتفترض الفرضيات وضدها. نعم. قلت انا ربما يكون انه مرجع فات على المجلس، انه هي الحقيقه كانت الجلسه ما انتهيت، وعاده هو بتعرف انت كان مواظب على بالجلسات يعني، الا اذا كان يعتبر انه في شيء. نعم. ما هو مهم.
فطبعا ضليت قلق بهالحكي لحد ما وصلت على طرابلس. وصلت على طرابلس الحقيقة. طلعت لشقة على والدتي، ففتت الايتم دورة التلفزيون بيقولوا حطوا بالتلفزيون مقتل بعض المرافقين، فأدركت كان أخي نبيل كمان موجود. قلت له هذا الرئيس الحريري. قال لي شو عم تحكي؟ قلت له هيدي بداية بدهم يعني يهيئوا الناس لإلها. أنا راجع فورا على بيروت، وفعلا ما عادت ولا ضيقة على الواقف، نزلت فورا وبدأت عن الطريق الأخبار تتوارد. بعدين سمعنا أنه كمان اعتبرونا بين عداد الأموات.